السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الثاني الإعدادي. بإذن الله النهاردة احنا هنحل على ليسون 3 and 4. معكم الآن مس هند ربيع على قناة شوية إنجليزي. بإذن الله النهاردة هنحل على درسين 3 و4. بتمنى أول ما نبدأ في الحل كده إنك تكون مذاكر درس كامل وحلل عليه كل الجزئيات اللي جاية دي، بحيث إن أنت قاعد دلوقتي بقلمك وكتابك هتراجع معايا الحل وتشوف هل الحل ده هتدي لنفسك فيه درجة كام من كام، هتشوف نفسك قدرت تحقق إيه خلال النتيجة اللي هتديها لنفسك خلال مدى الجمل الصح والجمل الخطأ. فعاوزاك لو انت اول مرة تشوفني تعمل اشتراك في القناة، لو انت متابعني فشير القناة لكل اصحابك ودفعتك، ويلا سمي الله توكل على الله وقلمك وكتابك وتعالى نبدأ مع بعض. اول حاجة هنتكلم فيها هي الكيفوكاب، او هنحل على الكيفوكابلري. نمبر 1 بيقولي ان ايرثكويك الزلزال is natural. ايه عايز اقول ان هو كيدنس كايندنس disorder disaster infection. طبعا الايرثكويك الزلازل فيها كارثه كوارث طبيعيه، يبقى natural disaster. نمبر 2 بيقول لي you can use تستخدم هذه الاداه as in a or any such a fire. يبقى ممكن نستخدم ايه؟ نستخدم pump mend farm emergency. طالما فاير وحروق يبقى لازم تبقى emergency الطوارئ. she was a for the red crescent. عايز اقول ان هي ايه؟ طالبه فولونتير متطوعه. برين عقل بيشنت مريض او صبور، لا هنقول ان هي فولونتير متطوعه. نمبر 4 بيقول لي the take in air بياخد الهواء and helps us وبيساعدنا في التنفس. هل هو هيرتس القلب، برينز المخ، ستومك المعده، لانجز الرئتين؟ طالما فيها هواء واستنشاق واستنشاق الهواء يبقى دي لانجز الرئتين. نمبر 5 بيقول لي the A pumps blood بتضخ الدم around the body في الجسم كله. heart القلب، lung الرئة، brain المخ، eye طالما بيضخ الدم يبقى ده القلب، لكن الهواء يبقى بلانجس الرئتين. نمبر 6 you should clean your hand، المفروض تنظف ايدك well كويس to protect عشان تحمي yourself من نفسك from coronavirus. ايه عايز اقول من العدوى، emergency طوارئ، infection عدوى، natural breeze لا هنقول infection عدوى. نمبر 7 بيقول لي AA helps people بيساعد الناس are pure الناس الفقيرة sick المريضة or don't have well او الناس اللي ملهمش مأوى او ملهمش يعني بيت او موطن. مين بقى ده؟ charity جمعية خيرية، teacher مدرس، natural طبيعة، patient مريض. اكيد هكون charity هي الجمعية الخيرية هي اللي بتساعد الناس البور. نمبر 8 بيقول لي many ill children العديد من الاطفال اللي هي المريضة كان ناو تقدر الان live healthy تعيش حياة صحية. ف dives leaves left lives لا هي ده lives، lives يعني حياة صحية. نمبر 9 بيقول لي this football كرة القدم has no air مفيش فيها هواء inside داخلها. I need to ايه عايز انفخها، plant light pump brain لا طالما هتنفخ يبقى كلمة pump ينفخ او يضخ. نمبر 10 بيقول لي it's not good for children ليس جيد للاطفال to ايه films ان هم يشوفوا الافلام before sleeping ان هم يشوفوا الافلام الايه بقى هيشاهدوا الافلام الايه الكوميدي الكوميديا فان المرحه سكاري مخيفه هيستوري تاريخ اكيد هتبقى سكاري الافلام المخيفه. نمبر 11 بيقول لي ذا هاوس المنزل از بارند المنزل احترق ذير ماست هاف بين ايه اكيد كان في فارم فاير فايت اكيد كان في حريق يبقى اكيد كان في فاير. نمبر 12 بيقول لي شي نيدز تو ايه محتاجين ان احنا نعمل ذا بالون ويز اير بالهواء فور ا ليتل سان للواد الصغير ده يبقى المفروض ان احنا ننفخ او نملا اسمها فول ولا فيل ولا فيل ولا فيل اكيد بنقول هتبقى فيل بمعنى فيل بمعنى ايه يملا البالون بالهواء. نمبر 13 بيقول لي the tells parts بيقول لنا بالاخبار بتاع او اجزاء الجسم بيخبر اجزاء الجسم what to do هتعمل ايه هل ده هيرت قلب برين مخ لانج رئتين استومك المعده اكيد هو المخ اللي بيخبر بقية اجزاء الجسم هي هتعمل ايه. نمبر 14 بيقول لي هو عنده 69 69 سنة الآن يبقى هي working عايز أقول إن هو تقاعد عن العمل منذ 9 سنوات يبقى started بدأ looked بيبحث جود للتحق ولا stop يبقى توقف عن العمل أو ممكن بدل كلمة stop دي retired تقاعد. بعد كده بيقول لي the ancient Egyptian المصريين القدماء أو the ancient Egyptian doctors المصريين القدماء مالهم wrote كانوا بيكتبوا their ideas أفكارهم sounds of years يبقى write يسجل أو يدون write down يبقى write down يسجل أو يدون. number 16 the sports coach مدرب الرياضة was pleased كان مسرور به his winner team بالفريق يبقى مسرور بيه اسمها pleased was كان مسرور بمين بالفريق الفائز.
بعد كده هندخل على ايه، على الجزء الخاص باللانجوج او structure او الجرامر. هي يوز تو، يوز تو بيجي بعدها ايه المصدر، يبقى هاخد مصدر على طول من غير ما نقراه. يوز ياخد ايه حرف الجر تو، تمام. ديد هي، ديد هي تو ووك، يبقى هجيب هنا ايه مصدر الفعل اللي هو ايه اللي هو يوز، يبقى ديد هي يوز. ليه بناخد طالما بنسال سؤال يبقى يوز تو، هننفي يبقى يوز تو، غير كده يوز تو. شي يوز عايز اقول تو المصدر يبقى تو هاف. Did you use have any different hobbies؟ عايز اقول نو no. طالما جبت نو no يبقى هجيب نفي، يبقى هقول نو اي دونت او نو اي ديدنت. نمبر 6 بيقول لي yes is uncle a use، طالما هتنفي اه انفي بديدنت، غير كده لا. نمبر 7 بيقول لي you use تستخدم، هسال بهل اه يبقى هستخدم بديد. Did you use to have a lot of homework؟ كمل معايا. نمبر 8 بيقول لي I ate to live، يبقى I used عايز ماضي، يبقى used to live in a small flat when I was a child. Number 9 what games ايه، طالما عندي you used to play عندك use to ومصدر الفعل يبقى انا هقول did. Number 10 بيقول لي she used to، عايز مصدر الفعل يبقى she used to be، اعتاد ان هو يكون فات ولكن الان هو رفيع. Number 11 بيقول لي no لا I used to write letters to my friends، طيب انا ما عدتش معتاد، انا عندي بقى عايز انفي، عندي انفي مع used to يبقى didn't. My uncle عمي used to live، كان يعتاد انه يعيش in the countryside but now، ولكن الان عايز اقول ان هو بيعيش in the city، يبقى but and he lived in the city. تعال نشوف هنا بيقول لي تدريبات من كتاب الطالب والتدريبات. ياسر's grandfather، جدي ياسر عايز اقول know how to drive، ما كانش يعرف ازاي هيسوق، فجايب لي كلمة not وجايب لي كلمة used. انا عايزه انفي اعتياد في الماضي فهقول didn't use to، اكتب معايا كده او صحح معايا didn't use to know. نمبر 2 بيقول لي what a to learn at primary school، عايز اسال هنا فهقول what do you use to، what did you use to، did you use to والمصدر. رقم 3 دكتور مجدي، بنقول دكتور مجدي عايز اقول انه اعتاد انه يساعد الناس، يبقى هنا هقول used هضيف لها دي، يبقى used to help people. Number 4 بيقول لي how did you a، طالما سؤال اه يبقى احط مصدر الفعل، يبقى how did you use to go to school. Number 5 بيقول لي my uncle used، انا عايز هنا be فهحط to وهكتب كلمة وهنزل الفعل be زي ما هو، يبقى to be a firefighter. Number 6 بيقول لي I used to swim، اعتدت ان انا اعوم a lot when I a younger، عايز اه عايز ماضي يبقى when I was younger، younger صغير. Number 7 that building used to، المبنى ده اعتاد ان هو يكون سينما، يبقى تو عايز اجيب مصدر فعل يبقى تو بي. Number 8 بيقول لي ايمن تو used to، عايز مصدر فعل يبقى ايه، يبقى هاف. كلها حاجات بسيطه وسهله وجميله. هي used to عايز اقول مصدر فعل يبقى اقول سايم من غير اس. We didn't نفي اهو اه يبقى used to swim. Did he سؤال اه يبقى used to ride bikes. والسكيل كورنر احنا شرحناها في الجزئية بتاعت الشرح، هاخدك على طول على الجنرال اكسرسايز، بدأ اللي هو جزء الليسننج، المدرس يقرأ عليك نص استماع وانت تجاوب. بعد كده بيقول لي هنا complete the following dialogue، هنا بيقول لي اشرف asks ايمن، اشرف بيتكلم مع ايمن about his hero عن البطل بتاعه، فاشرف بيقول له he is your hero، من البطل بتاعك يا ايمن، هو رد عليه وقال له سؤال او رد عليه بإجابة، فرجع اشرف بيسأله سؤال بيقول له what's your great grandfather's job، وظيفته ايه، يبقى كده انا فهمت من الموضوع ده ان مين الهيرو من البطل، يبقى هقول له يوردي هنحولها الى ماي وهقول ماي great grandfather لحد هنا ونقف، شيل ابوستروف اسم كلمة job، يبقى ماي great grandfather، ماي great grandfather. هنا بقول له what was your great grandfather's job، وظيفته ايه، قال جاوب عليه قال له great، ورجع سأله سؤال قال له he worked in a big hospital in Cairo، يبقى وظيفته هنا ايه، يبقى نقول ان he is a doctor، هو ايه يا شباب، هو دكتور. يبقى هو دكتور great، حسنا. عايز اقول له هو بيشتغل فين، يبقى where did he work، يبقى اشتغل فين، يبقى he worked in a big hospital in Cairo. اشرف بيقول له was he a surgeon، هل هو جراح، فرد عليه وقال له he was a dentist، طبيب اسنان، يبقى هو مش جراح، يبقى no he wasn't. تاني كده هقول كلمة no he wasn't. سأله سؤال he used to be a volunteer، كان متطوع في ريد كارسون، يبقى هو يبقى شغال ايه او كان متطوع، يبقى what did he used to be، what did
he used to be. What did he used to be؟ كده سؤال الايه، كده سؤال الديالوج خلص. تعال ندخل على ال choose the correct answer. ياسر was a at school project when I met him. عايز اقول ان ياسر كان بيعمل school project. school project مشروع في المدرسة، بتاخد looking dying taking spending، لا بتاخد do، يبقى do school project يعمل مشروع مدرسي. number 2 بيقول لي a emergency الطوارئ is something هي شيء ما or dangerous او شيء خطير that you need to something quickly about. يبقى ال emergency is something هو شيء ايه، safe امن slow بطيء silly سخيف serious. طالما جاب لي كلمة dangerous خطير يبقى هو serious or dangerous شيء خطير او جاد that you need to do something مفروض انك تعمله حاجة quickly بسرعة. number 3 معايا بيقول لي we know about ancient Egyptian، كنا عارفين كل حاجة عن المصريين القدماء، عن دكاترة المصريين القدماء. because they wrote down their كانوا بيكتبوا كل ايه stories قصصهم games ideas افكارهم، لا كانوا بيكتبوا كل ايه كل ideas كل افكار بتاعتهم. number 4 بيقول لي lungs الرئتين take in air بتستنشق الهواء and help us to ايه وبتساعدنا ان احنا الرئتين بتستنشق الهواء وبتساعدنا ان احنا release نطلق صراح ريلاكس نسترخي بليز نبقى مسرورين بريز نتنفس يبقى هي بريز يتنفس. نمبر 5 بيقول لي لينز كازن ان عم لين او لينا دي ان هوسبيتال في المستشفى وذ ان اي وعنده اي اي اكسبيرمنت تجربه انفكشن عدوى او مرض بلانت نبات لايت ضوء، يبقى هو عنده ايه ان اي انفكشن عنده عدوى او مرض فعني. نمبر 6 بيقول لي هو ديد يو ايت، طالما عندك ديد وعندك يو ومصدر فعل يبقى انا هاخد مصدر الفعل على طول. تو بلاي يبقى هاخد مصدر الفعل. اي يوز تو عايز هنا مصدر الفعل، فين مصدر الفعل في الاربعه رقم ايه. نمبر 8 بيقول لي اي اولويز جيف ماني تو ا او ان ذات هيلبس بور تشيلدرن، يبقى انا دايما بدي الفلوس دي لمين لتشارتي لجمعيه خيريه عشان الجمعيه الخيريه هي اللي تساعد البور تشيلدرن اطفال الفقراء. نمبر 9 بيقول لي ايه علي يوز تو ورك بيشتغل او اعتاد ان هو يشتغل السيرجن جراح بيفور قبل 2010، يبقى انا هسال بهل يبقى هقول ديد على طول. the opposite of rich عكس كلمه ريتش هيبقى كلمه ايه، هيبقى كلمه بور فقير. بعد كده بيقول لي اي يوز تو بلاي باسكت بول، اعتاد ان انا العب باسكت بول بات اي ايه عايز اقول ان انا الوقت لا، يبقى بدل didn't هقول اي wasn't but I wasn't now، ولكن ما بلعبش الوقت. زي ايه to get up early on holidays عايز اقول انهم اعتادوا انهم يصحوا بدري في ايام الاجازة، يبقى زي didn't use to get up early holidays. number 3 بيقولي what a you used to do، يبقى what did you use to do when I was 10 لما كان عندي 10 سنين I used to عايز مصدر الفعل يبقى I used to be fun. بعد كده هنتكلم عن our body paragraph عن our body من 19 كلمة. لو انا 19 words لو انا هتكلم عن our body paragraph بتاعي يبقى انا هقول لك الجسم بتاعي بيتكون من ايه، بيكون من brain والbrain ده هو اللي بيرسل اشارات لجميع اجزاء الجسم، بيكون من lungs دي اللي هي الرئتين ودي الرئتين دي بتضخ او بتستنشق الهواء وبتساعدنا على التنفس، بيكون من القلب والقلب ده بيضخ الايه ها القلب ده بيضخ الدم لكل اجزاء الجسم، بيكون من hands الhands اليدين legs، بيكون من stomach مثلا وبيكون من eye عشان نشوف اذن عشان نسمع وهكذا. اتكلم عن your body والمفروض ان احنا نحافظ عليه ونحافظ على نظافته الشخصية وهكذا. كده خلينا على الدرسين 3 و4 في حوالي ما كملناش ربع ساعة. ان شاء الله الحلقة الجاية 5 و6 وانهي الوحدة. بتمنى لكم عام موفق باذن الله طلبة الصف الثاني الاعدادي. استودعكم الله، كانت معكم مس هند ربيع على قناة شوية انجليزي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتشير القناة على كل اصحابك ودفعتك وتسيب لي كومنتس باي حاجة انت محتاجها. ومع الى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.